مساء الخير، يا مساء السعادة والهنا عليكم، يسعد مساكم كل أوقاتكم بألف خير. كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير. ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد وروتين جديد. أول شيء خلونا كلياتنا نكسب الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما بعرف إذا سمعين صوتي لأنه ما شاء الله صوات الأولاد عالي. اليوم طلعت من البيت وحبيت آخذكم معي، رحنا على المنتزه أنا وأخوي، هيك الواحد يتسلى يغير جو بهالبراد. يا سلام، والأجواء كثير حلوة. أخذت معي شاي وشوكولاتة وشوية تسالي فواكه، يعني الواحد بغير نفسيته، مش دائما الواحد بالبيت، لا لازم نطلع ونتسلى حتى لو بمكان بسيط. فهاي المنتزه كثير بحبها، قريبة لبيتي، يعني بنروحها مشي، فالحمد لله هيك الواحد بيتسلى وبيغير جو. والجو براد عن جد كثير حلو، ما شاء الله المنتزه مليانة بس الأجواء كثير حلوة. نسيت أجيب معاي الستاند عشان أصور، بس يلا بدي أمشي حالي. يا سلام على كاسة الشاي بهالبراد وبهالخضار، يا عيني، وأكيد لازم شاي بنعنع. يا مساء الخير. طبعا احنا هسه مروحين، خلصنا قعدتنا بالمنتزه والاجواء كانت بتجنن، براد براد قد ما تحكوا براد. بس خلص المنتزه على 10 بتسكر، فهسه الساعه 10، يعني اخر ناس طلعنا. والله ما بنطلع الا هم يطلعونا، غير هيك لا، قد ما هو الجو بجنن وبراد. هينا مروحين على البيت، والمسافه الحمد لله انها قريبه. شايفين الاجواء؟ يا سلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهسه صار وقت تجهيز الغداء. اكيد كلكم عرفتوا من المكونات شو رح يكون طبق اليوم، اللي هو الكبسه. اول شي جهزت الرز، رز الطويل الحبه البسمتي. الشعلان انا بستخدم، هو احسن اشي، جربت كثير مصطفى محمود، انواع كثير، بس صراحه اكثر اشي عجبني اللي هو الشعلان. نقعته بمي ساخنه تقريبا ربع ساعه. وهنا عندي الخضار رح استخدمها، الفلفل الحار والجزر عملته دوائر غليظه لانه رح يذوب بالطبخ، وكمان الفلفل الالوان الاحمر والاصفر والاخضر. وعندي الدجاج جاهز منظف وكل شيء تمام. وهنا عندي البطاطا رح اقشرها ورح اعملها مكعبات كبيره. والبهارات، اول شيء بهارات الكبسه الخشنه مش الناعمه، وبهارات عاديه. اهم شيء بالكبسه اللي هي القرفه، وكمان بودره البصل والثوم والماجي وشوي من الشطه، وكمان حبه لومي. ما عندي بابريكا للاسف، اما دائما بحط بابريكا بتعطي نكهه كثير زاكي وبتعطي لون كمان حلو. واكيد عندي البصل مفروم مكعبات حجم وسط. خليكم معي خطوه بخطوه، واكيد ما رح ننسى الصلصه بس رح نحطه بعدين.
هسا أول شي بدنا نقلي البصل بشوي من الزيت، بعدين بننزل البهارات. يلا تعالوا معاي خطوة بخطوة. أول شي بدنا ننزل الزيت، بسم الله. هسا بننزل البصل، بسم الله. بنخليه لما يتذبل ويعطي لون بني. شايفين كيف لون البصل صار مايل للبني؟ هسه بنزل البهارات، بسم الله. ولازم تطلع ريحة البهارات، بعدين بنزل الدجاج. الله على ريحة البهارات مع الزيت والبصل، يا سلام. هسه بننزل الدجاج، بسم الله. هسه بننزل الخضار، بسم الله. هاي الفلفل الحار. هسه بننزل مقدار معلقة أو معلقتين من الصلصل، وراح أحط كمان بندورة مبشورة، يعني حبة بندورة مش أكثر. بعدين بنشوف اللون، بستغلي المي. إذا بده صلصل بنزيد. وهي حبة بندورة مبشورة، يا عيني على الروائح تشهي. هسه بننزل المي المغلية، بسم الله الرحمن الرحيم. هيك تمام. وهيك بنخليها لما يستوي الدجاج، طبعا اول ما يغلي بنشيل الريم او الزفر من على الوجه، وبعدين بنخليه لما يستوي الخضار ويستوي الدجاج كمان، بعدين بنصفي الدجاج لحال وبننزل الرز. وهيك عندي صار الأكل تقريبا جاهز. بعد ما صفيت الدجاج حطيته بصينية الفرن، حطيت عليه التتبيلة اللي هي لبن وكاتشب وشوي من الخل والملح والليمون وشوية بهارات، حطيته تحت الشوي وهيك صار جاهز. وهي عندي الكبسة، شوفوا لي هالمنظر، يا سلام. طبعا هي لونها بالطبيعة أغمق، بس عشان الإضاءة بتفتح اللون، بس لونها خرافي والريحة ما بحكي لكم قديش بتشهي. بخليها تتهدى 15 دقائق وبتصير جاهزة. الحمد لله خلصنا غدا، الله يديمها نعم يحفظها من الزوال. طبعا لما اجيت اجلي الجلي ولا نقطة مي في بالحنفيات ابدا، مع انه مي. فمن هون لما تيجي المي راح اخلي الجلي زي ما هو. طبعا انا حاولت انه اجمع الجلي بمكان واحد، فضيت الاكل اللي زاد ومسحت الغاز، اما اكثر من هيك ما راح اسوي، لانه ما في عندي ولا نقطة مي، يا دوب شوي بالكولر هاي راح نشرب منها. شايفين ولا نقطة ابدا ما في، الله المستعان يا رب. لسه لحد الان المي ما اجت، الساعة 8 الا ربع والخزانات فاضية، فمش عارف شو راح يصير بعدين، راح تيجي اليوم المي او تعبي بالخزانات او لا. هي جاي بس مو طالعة على الخزانات ابدا. واخيرا خلصت الجلي، عن جد انهلكت. صارت الساعة 10 ولسه المي ما اجت، فعبيت من مية الحوش، عبيت لي هيك قلنين وجليت الجليات على السريع عشان ما يظلوا لبكرة.
وهذا الجاط الأزرق حطيت فيه مي احتياط للواحد يطلع جلي إشي. وبعيد عنكم بالحمامات كمان ضفت مي بسطول وهيك، يعني بدنا نمشي حالنا شو بدي أعمل. وزوجي أصلاً في الدوام ما بيروح إلا يوم الخميس، فلسه قدامنا 3 أيام عشان يجي زوجي ويشوف موضوع المي وهيك. الله المستعان شو بدنا نعمل. الحمد لله. وبعد ما خلصنا تقديرا لجهودنا قلت خليني اعمل كاستين كوكتيل الي ولاخوي، ونحط لنا قرشات وسهره يعني الواحد يغير جو بعد هالتعب. طبعا خلاط الكوكتيل خربان فراح استخدم المكسر، بيعطي نفس النتيجه تقريبا. الموز قرب يصير لونه اسود، بس عادي من برا بيكون اسود كثير بس من جوا طبيعي. اصلا بيحكوا كثير له فوائد لما يكون الموز باللون الاسود، بس مش اسود خربان لا، يعني يكون كويس. بسم الله يا الله. شو موضوع المي انه بيوتر، بيوتر كثير وبيخلي الواحد هيك اعصابه مشدودة. هاي حطينا الموز، راح نحط التفاح. انا بحب اقشر التفاح، صح التفاح له فوائد القشر بس ما بحبه بالكوكتيل ابدا، بحب اقشره. انا محطيت مبدئيا تفاحة على 3 موزات، اذا احتجت راح اضيف. كثير بحب الكوكتيل. بدي احط حبة خوخ تعطي نكهة كثير زاكية، بس حبة واحدة مش اكثر. خلص هاي جهزت الحليب. طبعا حطيت حليب بودرة مع مي، المي لازم تكون باردة. بسم الله الرحمن الرحيم. وراح احط سكر بس ما راح اكثر، بعد ما اخلطه مع بعض بذوق، اذا بده سكر بضيف لانه الموز بيكون حلو. كمان شوي خلص بكفي. خلينا نشوف. هاي خلص على الكلي. تعرفوا هذا المكسر له عندي تقريبا 6 سنوات 7 سنوات ما شاء الله، نوعيته ممتازة. هيك تمام. يلا خلينا نخلط نخلط نخلط. وهيك بعد ما خلصت كل اشي جهزت الكوكتيل وجهزت هيك سهرة خفيفة، نحضر مسلسل اي اشي. هاي الاجواء بهاي الغرفة، طبعا مشغلين المكيف لان الجو شوب. صارت الساعة عندي 11 الا ربع. الله يرحمه ويسامحه. هيك يعني سهرة خفيفة واحد يفصل فيها بيومه. حاطين على أبو جانتي، كثير حلو المسلسل بيضحك، فهيك بنتسلى وننبسط ونغير جو. هاي كاستين الكوكتيل، لو عندي فريز كان حطيت بس ما عندي للأسف.